حياتي هذه اول سان فالنتين من قبل صوم هيك مرقوا سنه معقول سنه كيف مرقوا سنه عن جد هي مرقوا هيك ثواني ما دائما وقت بتكون مبسوط بيقطع الوقت كثير بسرعه اهم شيء انسان يكون متفاهم ومرتاح مع الشخص ومنسجم مع حياته انت عيونه فاذا بما انه نحن اول مره بنكون بالسان فالنتين سوا فانا انه مش لا انه اقل شيء يعني حياتي معلي ولو انه مثل جاست صغير يعني ما معقول حياتي بشرفك ما تخجلنا ما حكينا انه ما في شيء هيك بيناتنا وانه عادي علاقتنا يعني شو ما بدي بقول لك وشو ما بدك يعني اذا على سان فالنتين ما جبت لك هديه انا امتى بدي اجيب هديه على عيدك هيك فما في شيء من انتك حياتي شوفي لنا هيدي الكادو وان شاء الله تعجبك يس ليه بتصير تخجلني كل مره لك بيضل عندك افكار ما معقول بيضلوا افكارك هيك رما تيك شو حياتي شو عليها لحظه ما بيفتح شيء لحظه انا 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 في زر في زر في زر هون اسمعي بيطلع وين مفتاح اي مفتاح حياتي مفتاح السياره سيارة؟ شو مش على أساس وعدني بدك تجيب لي سيارة؟ حياتي كنت بتجيب لك سيارة بس لقيت هيدي أهضم أهضم؟ جايب لي بلوش؟ بشك فيه هلا؟ بس ما شوفي شو عم بتقول مهضومة إن شاء الله عمرها ما تقول اللي ثاني ناطرتك لتجيب لي هالسيارة بتجيب لي بلوش؟ حياتك رح تجيبها فت لحد وفت على الشركة قعدت مع المدير مع المدير مع المحافظ ظبطوا لي الأوراق وكل شيء نطرني ثاني منطرني